طيب، في جزئية متعلقة بالشرق الأوسط، ويمكن بالمناسبة ترامب بكرة هيقابل نتنياهو في زيارته لواشنطن، وبعد طبعا الخطاب اللي هيجريه في الكونجرس أو سيلقيه في الكونجرس الأمريكي. كاميلا هاريس برضو لها آراء بتوصف بأنها داعمة للصهيونية، وحتى كتير من النشطاء العرب عملوا شير لجزء من كلماتها امام منظمه الايباك. فبرضه بتنظر ازاي لهذه الجزئيه ترامب وكاميلا هاريس في سياستهم تجاه الشرق الاوسط وتجاه موضوع غزه مثلا الان؟ في قوانين للعالم اجمع وقوانين خاصه لاسرائيل. خلينا نتكلم بواقعيه. مفيش سياسي امريكي مش بيؤيد اسرائيل. ما فيش سياسي امريكي الا مبتز من الايباك او واخد رشوه من الايباك او واخد دعوه من الايباك. سواء ترامب او ده الوهم اللي يعني للاسف في الشرق الاوسط الناس مش قادره تفهمه. بالظبط. اذا كان ترامب او كان هناك بايدن او كامالا هاريس، الناس دي شغاله بتوع الايباك بقى لها 90 سنه. العرب لم يعملوا ولم يؤسسوا لأي شيء، بل هم بيعتقدوا ان احنا ممكن نقول يا رب والامور هتمشي. لا، هناك عمل دؤوب لابد عشان نصل لهذه المرحلة. الايباك افضل استثمار في الدنيا، بيدعموا الانتخابات الامريكية بقرابة 100 مليون دولار، العائد لاسرائيل 4 بليون دولار، يعني 40 ضعف. ما فيش استثمار في الدنيا بيدي لك 40 ضعف الا الايباك. فلذلك الوهم ان العرب ومش العرب، هذا العرب ده اخر، يعني زي ما بيقول اللبنانيين اخر همي بالنسبه للسياسه الامريكيه. عشان نبقى واقعيين، الناس بتتكلم كلام، يعني النهارده مفيش عمل مؤسسي داخل الولايات المتحده الامريكيه يدعم القضاله العربيه، فلذلك محدش من السياسيين الامريكيين بيهتم بالقضايا العربيه. والدليل بكره انه نتنياهو رايح الولايات المتحده الامريكيه في عز الحرب، في الوقت اللي العالم كله ممكن يعني حتى معظمه رافض استقباله او زيارته، هو هيلقي ببيان امام لجنه مشتركه في الكونجرس الامريكي، وهيقابل كل السياسيين الامريكان يعني بما فيهم مرشحين. مش كده بس، ده رئيس الاغلبيه الجمهوريه في الكونجرس بيحذر ان لو حد اعترض على نتنياهو وهو بيخطب هيتم القبض عليه. ده ما يقدرش يعمله اصلا مع شخص عادي، ما بالك انه عايز يطبقه على اعضاء نواب وسنترز. يعني ده يبين لك مدى تاثير هذا اللوبي، واللي بد ان احنا نفهمه وما نقعدش نتكلم كتير. ان الناس دي اشتغلت واستطاعت انها تسيطر على 99.9% من السياسيين الامريكيين ومن الرؤساء الامريكيين، وبيقعدوا يدعموهم. يعني بيدعموا كامالا هاريس، دفعوا لها 5.7 مليون دولار لما طلعوها من يوم ما بدات ان هي تبقى مدعي عام. يعني الدعم بادئ من بدري. طبعا، ما هو ده اللي الصح، ان احنا بنربي هؤلاء السياسيين عشان يتفهموا قضايانا. الناس اللي بيتكلموا النهارده واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، دي ناس فاهمه قضايا من زمان، لكن احنا ما اشتغلناش ما تعبناش، وبنعتقد ان هم ممكن يتعاطفوا. ما فيش تعاطف مع قضايا عربيه، هي عمليه مصالح فقط لا غير. عشان نبقى عارفين ما نقول بالظبط. طيب، طبعا كلام حضرتك يعني جريء وحقيقي وخلاص، اعتقد ان احنا فهمناه يعني كشعوب عربيه، خاصه بعد الازمه الاخيره في الشرق الاوسط. لكن انا عايز برضو اعرف منك برضو رؤيتك للزياره بتاعت نتنياهو بكره. يعني برضو ايه اللي بيقال في اروقه السياسه الامريكيه؟ ايه اللي الصحف بتقوله؟ برضو في توقعات بمظاهرات حاشده، ما ننساش طبعا موقف الكبير للجامعات الامريكيه، وخروج طبعا تظاهرات يعني حاشده في كتير من الجامعات وفي كتير كمان من الولايات الامريكيه. فتتوقع المشهد يبقى عامل ازاي بكره؟ بالنسبه للمظاهرات، في اعداد مظاهرات كبيره من جميع انحاء الولايات المتحده الامريكيه لرفض وجود نتنياهو على اساس ان هو مجرم حرب. وهذه المظاهرات بيشارك فيها امريكان وطلبه وعرب ومسلمين وناشطين امريكيين ومؤسسات امريكيه كثيره جدا، ويهود كمان. لكن
ويهود طبعا هناك اقوى المدافعين عن هذه الحقوق اليهود اللي بيقولوا ما يحدث في اسرائيل ليس باسمنا. بالظبط فلسطين لابد ان تعود. كان ليهم تظاهرات وراحوا الكونجرس قبل كده وعملوا شغل يعني. وتم القبض عليهم واغلقوا طرق وكباري في نيويورك واغلقوا محطات قطارات كبيره وعملوا عمل كبير. لكن نرجع ونقول ايه التاثير بتاعهم على اعضاء الكونجرس وبتاعنا على اعضاء الكونجرس؟ ما كانش غير في ولاية واحدة ألا وهي ميتشيغان، لأن هي فيها أقليات عربية وتستطيع، هي من الولايات المتأرجحة التي تستطيع أن تقلب الانتخابات. ده الواقع. نتنياهو جاي كالعادة لكي يهدد ويستقصد يعني يعني ما يحدث في الحقيقة شيء هزلي، إن احنا نرى إن في المناظرات الرئاسية التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية يتبارى الرئيسين على مين بيدعم إسرائيل أكثر. فلازم نفهم الموقف إن نتنياهو جاي في موقف قوة، كل من هو في الكونجرس ما فيهم رئيس الأقلية الأغلبية الجمهورية وكل من هم أعضاء الكونجرس إلا أعضاء قليلين مثل بيرني ساندر في السنة واثنين ثلاثة في الكونجرس هم اللي مش هيحضروا، لكن هو هيجي عشان يطلب استمرار المساعدات، عشان يطلب استمرار الدعم، عشان يؤمن نفسه. ودي نقطة ما حدش بيتكلم فيها. نتنياهو عايز يؤمن نفسه لأنه عارف لو خرج من الحكومة سيدخل السجن. فلذلك نتنياهو بيحاول وفي نفس الوقت بيلعب على جميع الأطراف. هو هيلتقي بكاميلا هاريس، هيلتقي بدونالد ترامب، ودايما الصهاينة بيبقى عندهم توازن في علاقاتهم مع كل الأطراف عشان يضمنوا استمرار مصالحهم، مش فارقة معاهم ولا ديمقراطي ولا جمهوري، المهم مين اللي هيستمر في دعم مصلحة إسرائيل. وأعتقد أن نتنياهو بفهمه للسياسة الأمريكية يستطيع أن يلعب هذا الدور بشكل جيد جدا. مفهوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مهندي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي والمحلل السياسي كان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا.